مرحبا متابعي قناة إيران بالعربية، أهلا وسهلا فيكم برحلة. رحلتنا اليوم لمدينة شيراز، تحديدا مر الأسرة الإخمينية تختي جمشيد. خلكم معي. على بعد حوالي 60 كيلومتر من مدينة شيراز نوصل لعاصمة الإمبراطورية الإخمينية تخت جمشيد، معروفة باسم بارسة، تشتهر عند السياح الأجانب ببيرس بوليس. طبعا هذه الكلمة يونانية بمعنى المدينة الفارسية. لما ندخل هذا المكان نشوف نفسنا بين أطلال ترجع للقرن الرابع قبل الميلاد، ويبلغ عمر هذا المكان 2500 سنة. تم بناء هذا المكان بزمن الملك داريوش الأول. مساحة قصور بيرسبوليس 125 ألف متر مربع. أجزاء الرئيسية لهذا المكان يحتوي العشرات من قصور الكبيرة والصغيرة، أقدم قصر قصر أبادانا والمعروف بداريوش أو زيركسيس. ونشوف فيه أعمدة بوابات عظيمة، تماثيل بثيران مجنحة، جداريات مزخرفة، والمنحوتات الزاهية بالخط الفارسي والبابلي والآشوري، تفاصيل كثيرة. أهم شيء ليلفت النظر في بارسة رسمة الإله أهورا مازدا، ويروي لنا مشهد حب الحكام الأخمينيين للحصول على طاعة الشعوب لسلطانهم. ونشوف على جدران بارسة حكايات التاريخ، لما تمرون من بين أعمدة بارسة تندهشون بروعتها ونماذج فنونها والموهبة الفنية اللي اشتهروا فيها الإيرانيين. لما تزورون هذا المكان ما رح تغادرونه إلا أنتم مسحورين من الفخامة والجمال والقدرة والكمال اللي تشوفونه بهذا المكان. أتمنى تزوروا هذا المكان الرائع، تستمتعون بالمشي بجوار مهد الحضارة الإيرانية.